مشاهدينا ملف الباقورة والغمر من جديد، ويشرفنا جدا أن يكون معنا اليوم مع الأستاذ سالم الفلاحات، وهو أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا نائب الأمين. نائب الأمين، أهلا وسهلا فيك. يعني الكثير يتحدث اليوم عن سيادة ممكن أن تكون منقوصة، وتحديدا بسبب هذا الملف. وفي عدم وضوح أيضا لنية الحكومة فيما يتعلق بالباقورة والغمر، كيف تقرأها حضرتك وكيف تقرأوها بشكل عام في الأحزاب السياسية؟ شكرا. أهلا وسهلا فيك. عريق على الصباح. شكرا. السيادة العربية بشكل عام منقوصة، والحرية للمواطن العربي منقوصة. نعم. كرامة المواطن العربي لا زالت يعني يبحث عنها وهي غائبة، بالإضافة لحريته لا شك. نعم. سيادتنا على أراضينا، وأراضينا الأكبر هي فلسطين المحتلة والذاهبة والتي ربما لا يتحدث عنها إلا القليل، ونحن جزء من الجرح العربي هي أراضي الباقورة والغمر والمرشرش أو مرشراش. نعم. وبالتالي هناك مشكلة أخرى تغيب المعلومة الدقيقة، ما الذي جرى في اتفاقية وادي عربة وفي ملاحقها بشكل دقيق تماما؟ هذا غير متيسر جدا للكثير، للكثيرين. بس لكم متيسر مشكلة. للذي يبحث عن الذي المعلومة يبحث اليوم، الذي ينقب يعني عنها يكتشف، يعرف معلومة من هنا ومعلومة من هناك، ولكن أصبحت يعني لا يمكن تغطية الشمس بغربال، أصبحت معلومة. هذه أرضنا في الباقورة الآن، في يمكن الساعة 12 سيتحرك أردنيون تجاه الباقورة بحيث يجتمعوا الساعة 2 على النقطة التي يسمح بالوصول إليها ليتحدثوا عن أرض يرونها رأي العين، وهي ليست تحت السيادة الأردنية. لا، نحن مكلفون كدولة أردنية بأن نحمي المزارعين والزوار والسواح اليهود الذين يأتون إلى الباقورة دون مقابل. يقال أننا أجرنا، بكم أجرنا ومتى نقبض الأجر في هذه الأراضي الثمينة؟ ثم هل هي القضية إيجار فقط أم هي لا ندري هل تسربت هذه الأرض وما حجم المتسرب منها؟ هذه قضايا طبعاً كثيرة. وبالتالي طبعاً كان هذا الجهد الشعب مبادرات شبابية الحقيقة، منذ حوالي 8 شهور كان في مبادرة اسمها، ولا زالت مبادرة اسمها أراضينا، مجموعة من الشباب والشابات من اتجاهات مختلفة. طبعاً. نعم، وجاءوا وعرضوا علينا الفكرة، فقلنا بل هذا واجبنا. صح. ورح يكون نتحدث عن الفعالية يوم الجمعة. نعم. بغض النظر عن الخلفيات والاختلافات مثل ما تفضلت حضرتك، ولكن البوصلة يجب أن تبقى فلسطين وسيادتنا أيضا الكاملة والتامة على أراضينا. اليوم يعني مهم جدا أن نتحدث من وجهة نظركم، ما هو سبب عدم وضوح نية الحكومة فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا، بالرغم من أنه تم طرحه يعني من أيام كان حكومة دكتور المرقي، اليوم كان في يعني مذكرات نيابية وحتى يمكن تحولت إلى استجواب أعتقد. نعم يعني. صار العرموط مذكرة تحولت إلى استجواب طبعا. نعم. للأسف يعني حتى هذه الحكومة التي أمل فيها البعض ويعني جملوا صورتها قبل أن تبدأ، وتحدث رئيس الوزراء عن طموحات كبيرة وعن إنجازات ستتحقق في فترة يسيرة، لا أدري ماذا سيقول له الناس. ما يعني ما هو الخبر السار والمفرح للمواطن الأردني، سواء الخبر اليومي المعيشي ولا الخبر الاستراتيجي الذي يتعلق بسيادتي وكرامتي على أراضيه؟ لماذا لا تقوم الحكومة بهذا الموقف، مع أن المتسرب من ملاحق الاتفاقية المتعلقة بالباقورة والغمر، طبعا أم رشراش لا ذكر لها، منسية. نعم. وهي أرض نعم. أردنية ولا طبعاً. خلاف عليهم على الإطلاق، وأهل العقبة يوقعون بين الفترة والأخرى يعني عرائض، ويخاطبون الحكومة ودارة الأراضي والديوان الملكي ورئيس الحكومة عن أراضيهم، ويطلبوا معلومات وأوراق ثبوتية بأرضهم التي يعرفونها تماما، عائلة البسيوني، عائلة أبو العز، عائلات كثيرة الآن يرونها أمامهم يعني، ولكن تابوها. نعم. ومع ذلك عندهم وثائق كثيرة بهذا الموضوع. لما لا تتجاوب الحكومة مع المطالب الشعبية؟ هذا سؤال يوجه إلى رئيس الحكومة اليوم. طب أنت من وجهة نظركم يعني تحليلكم لماذا هذا التباطؤ؟ هذه الحكومة اليوم ليست مختارة. لو اختار الشعب هذه الحكومة لعبرت الحكومة عن الإرادة الشعبية. نحن أرسلنا مذكرة وقع عليها أكثر من 1500 شخص، والآن لدينا أكثر من 1500 شخص آخرين وقعوا على مذكرة أرسلناها للحكومة يوم الخميس الماضي. الإرادة الآن مثلا عشيرة واحدة من العشائر الأردنية المحترمة، عشيرة العبيدات، أصدروا بيانا ونشروا بهذا الاتجاه. الآن جمع النقابات كذلك، الآن نقابة المحامين ذكرت بالأمس أنها سترفع دعوة على الحكومة لما لم تبطل مثل هذا. إذن
هذا ضمير الشعب الأردني، لما لا تستجيب الحكومة؟ لأن الحكومة ليست نتاجاً شعبياً، نعم. ليست إرادة شعبية تعبر عن إرادتها. ما الذي ستخسره يعني غير الثقة طبعاً اللي للأسف يعني خسرت هذه الحكومات المتعاقبة؟ مما تخاف اليوم الحكومة الأردنية من البت في هكذا قضية؟ الحكومة الأردنية أنا أعتقد أن هذه فرصتها لإعادة جزء من الثقة، نعم، لهذه الحكومة، وهي قضية غير مكلفة. نحن بنص الاتفاقية الآن يقرأ بنص الاتفاقية أن أياً من الطرفين يحق له قبل مضي 25 عام بسنة، نعم، ولم يبقى للسعين. ما الذي يقيد الحكومة الآن؟ تقول أنها حكومة مكونة من عدد من الشباب والكفاءات والطاقات، وأنها ستنقذ الوضع الأردني، وأنها طبعا وتعهدت حكومة الملقي قبلها، وهذه الحكومة كذلك سنعلن موقفنا في الوقت المناسب. يعني أصبحت أضحوكة. ما هو الوقت المناسب؟ حقنا يا أخي، أنا لا أريد أن أؤجر أرضي، يا أخي لا أريد أن أؤجر أرضي للكيان يعني ولمن يعني. ثم لمن؟ ثم الادعاء بأن جزء من هذه الأرض مباع؟ هذا الحقيقة أمر يعني مضحك مبكي، نعم. يعني لا أدري لما التوقف عنده هذا. ولكن سؤال لم يعني حكيت لي أو جاوبني حضرتك إنه هذا السؤال يتم الأصل أن يتم أو يسأل لدولة رئيس الوزراء، ولكن من وجهة نظركم يعني في الكولسة ما الذي يجعل الحكومة تتباطأ حتى اللحظة من إعلان قرار واضح حاسم يلبي رغبة الشعب بالنهاية، رغبة تقريبا عامة بصراحة؟ من أجل أن تبقى الحكومة حكومة، لأنها تخشى أن تقول. أنا متأكد أن في طاقم الحكومة وفي دواخل العديدين ربما من الوزراء في الحكومة من كان يتحدث بلغتنا بالأمس واليوم أصبح وزيرا، لكنه إن قال الآن ما يقوله الشعب الأردني لن يكون رئيسا للوزراء ولن يكون وزيرا. ما هي نسبة الأردنيين الذين من هذه النخبة التي تؤهل أن تصبح في طبقة الوزراء القادرة والمستعدة أن تضحي بمكتسباتها البسيطة في سبيل مصلحة وطنية؟ اليوم إذن يجب أن يكون هنالك دور على مجلس النواب، مظبوط؟ وبمجرد وجود استجواب يعني مثل اللي عمله سعادة النائب صالح العرموطي، إذا ممكن أن يتم طرح الثقة، مظبوط، في الحكومة. شكراً. تتوقع هكذا موقف نيابي اليوم؟ المجلس النواب نعم هو يفترض أن يمثل الشعب الأردني، لكن مجلس النواب معين بطريقة قريبة من الطريقة التي عين فيها مجلس الوزراء. ما الحل إذا ورئيس الوزراء؟ نحن في نفس الحل هو أن نصبح مثل الدول العالم التي كافحت وناضلت مئات السنوات حتى استقر حالها على انتخابات ديمقراطية تمثل الشعوب. الآن هذا مجلس النواب جاء معينا ولكن بشبهة انتخابية بسبب قانون الانتخاب، بسبب الممارسات الرسمية التي تزور إرادات الناس وتضغط عليهم، وبسبب القانون الذي يجعل كثير من المواطنين في بلد له هذه الطبيعة أن يختار أقرب الناس إليه حتى لا يتعرض للوم. ليس هناك أمام المواطن خيارات كثيرة حتى يستطيع أن ينتخب من يمثله في مجلس النواب. طيب. لذلك مجلس النواب هو الوجه الآخر للحكومة، وسنرى في كل القضايا المؤلمة والجارحة جدا للمواطن أن مجلس النواب سيكون صدى للحكومة تماما وسيوافق على ما تطرحه. للأسف يعني هذا هو أيضا اليوم شعور المواطن وشعور يعني يلامسه. إذن أين ستكون الدولة الأردنية؟ أين مصير الدولة الأردنية في ظل حكومة لا تمثل الشعب الأردني، في ظل مجلس نواب لا يعكس الإرادة الشعبية، وفي ظل وضع اقتصادي ضاغط الآن، وفي ظل وضع سياسي ضغط الآن؟ أين نحن سنذهب؟ هذا خطاب إلى رأس الدولة الأردنية، إلى جلالة الملك، إلى أين نحن ذاهبون؟ وبالأمس قدمت خطابا في خطاب العرش في مجلس النواب، أين القضايا الاستراتيجية الكبيرة التي تؤرقنا والتي لا ندري إلى أين؟ طب هلأ السؤال فعلا يعني إذا نحن نتحدث عن مجلس نواب لسه أمامه سنتان، ونتحدث عن حكومة وصار فيها أيضا تعديل وزاري، وكل هذه التفاصيل اللي وصفتها حضرتك إنه الحكومة يعني خلص يعني لن تسجل أي يعني لا تهتم بشعبويات يمكن قد يكون على حساب القضايا الأساسية، ومجلس نواب هذا وضعه، إذن شو الواحد يتوقع اليوم؟ يعني ماذا يتوقع المواطن؟ أن تستمر الأمور مثل ما هي؟ وخلينا نحكي بالحلول يعني بعيدا فقط عن التشخيص من وجهة نظرك. الحلول أن نخرج أنا وإياك وبقية المواطنين لننقذ بلدنا، ولا ننتظر من جهات وهيئات ومؤسسات نخرج أين؟ لا تعكس إرادة الشارع تقصد؟ نعم، نضغط بقلمنا، بإعلامنا، بموقفنا في الشارع، باعتصامنا،
بخطابنا المباشر، بعدم تقديم الذات، بالتوقف عن الصراع الذاتي بين الأحزاب، الصراع الداخلي بين المواطنين، تقسيم المواطنين إلى شرقي وغربي وشمالي وجنوبي ومسيحي ومسلم ويساري وإسلامي، أن نتوقف عن هذه الحالة. وسيسمح من وجهة نظرك لهذا الحراك، إحنا لأنه انتهى وقتنا بدنا نحكي عن فعاليتكم. نعم سيسمح اسمع، هذه الحرية تنتزع ولا تكون هدية من أحد. بإمكان الأردنيين، لن تقطع رؤوسهم إذا خرجوا وعبروا عن رأيهم. لا يزال النظام الأردني نظام غير دموي، والشعب الأردني شعب واعي كذلك. لن يلجئ الحكومة إلي الجادة الصادقة المنتمية للوطن، ولن يلجئ أحدا إلى استخدام القوة. يجب أن يعبر الأردنيين عن رأيهم ولا ينتظروا فرجا أو مخرجا، لا من رئيس حكومة ولا من مجلس النواب، لأن هاتين الهيئتين لا تمثلان. في نهاية اللقاء، في أي معلومات بتحب تقدمها عشان الفعالية يوم الجمعة؟ أعتقد عندكم فعالية يوم الجمعة. اتفقت مؤسسة موجودة بالنقابات لمقاومة التطبيع مع عدد من الشخصيات الوطنية على مسيرة تبدأ بعد صلاة الجمعة من مجمع النقابات باتجاه رئاسة الوزراء. جمع النقابات المهنية. النقابات المهنية باتجاه رئاسة الوزراء، كذلك للتعبير عن الموقف الرافض. أخذت موافقة عليها؟ أنا لست المنظم لهذه. يفترض هي ليست موافقة، ليس المطلوب موافقة، المطلوب إعلام المحافظ بأن من حقه، هذا مكفول بالدستور الأردني ولا يحتاج لموافقات، إنما إعلام المحافظ من أجل تأمين المسيرة أمنيا لئلا يعتدي عليها أحد. أنا أقول لك أن الشعب الأردني بدأ يتحرك، لأن الألم وصل إلى دواخله، ولكن صحيح أن حركته بطيئة، لكن يظهر لم يبقى إلا طريق واحد يسلكه الأردنيون، وهو أن يعالج جرحه بنفسه ولا يعتمد على أي طرف آخر. شكرا جزيلا. الله. يعني يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يا ربي أن يتعافى هذا الوطن. يعني نتأمل ذلك، ونتأمل أن نسمع جواب مقنع من الحكومة فعلا في هذه القضية تحديدا، البقورة والغمر. ونحن نتحدث عن 9 أيام، وإن ولم يحن الوقت بعد للأسف، ونخشى أن يعني تفوت الفرصة، لأنه الأصل يعني قبل مرور سنة من 25 سنة بعد اتفاقية وادي عربة. ليس هذا الوطن وطننا، وطن رئيس الوزراء، ووطن الوزراء، وطن الجميع، وطن الأحزاب. لماذا لا يهتمون؟ لماذا لا ينهضون؟ لماذا لا يتحركون؟ ماذا ينتظرون حتى تسلب أرض أردنية ل25 سنة قادمة، فيصبح الاحتلال يقرب من 80 سنة، وعندها سيقول الصهاينة هذه أرضنا ليست أرضنا. نتأمل الخير لهذا الوطن. شكرا جزيلا الأستاذ. شكرا جزيلا. الله يخليك أستاذ سالم الفلاحات، شرفنا اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك، وحضرتك نائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، شرفتنا. لم يتبقى لدينا مشاهدينا إلا أن نشكركم على طيب المتابعة. غدا لقاء جديد في برنامجكم الصباحي على الريق مع حنا الأعرج إن شاء الله، نفس المكان ونفس الزمان، في أمان الله.